السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخوتي دابا غادي نتكلموا على هذا الموضوع هذا اللي مازال اللي غريب شوي. شي ناس، المهم دابا حاليا كاين واحد الضجة صغيرة على حسب واحد البنت كتصلي في سميتو كتصلي في الشاطئ وهي عريانة. أوكي، فهمتي، ربي غادي يخلصها، ولكن غنفتحوا الفيديو غتشوفوا بعينيكم. أوكي، نفتحوا الفيديو تشوفوا بعينيكم. هانتوما كما كتشوفوا هاد السيدة هادي، هي قاعدة كتصلي، نتوما كتبان لكم كتصلي ولكن انا ما كتبانليش كتصلي. غتعرفوا علاش؟ لو كنتو باحثين في العلم شويه هي ما كتصليش دابا، فهمتي، هي ما كتصليش. هذه بعض الاعمال كاينه في اليوغا، فهمتي، كاينه بعض الاعمال في اليوغا، وهذه الاعمال في اليوغا كتعمل فيها استرخاء وكتعطيك واحد الانرجي. كيقول بان الطريقه ديال الصلاه عند المسلمين كتعطيك واحد الانرجي وكتعطيك واحد الطاقه وكتعطيك بزاف ديال الفوائد. هذاك الشيء اللي دابا هي تبارك الله عليها ضربه بتحميمه، عاد فهمتي كتجمع ديك الانرجي بطريقه كتشبه الساره. المهم باش الناس ما يبقاوش يخلطوا، وهي الله يهديها فهمتي كتتبع دوك كتتبع اقوال غير منطقيه، وفي كتتبع اقوال غير منطقيه قراتها في كتب ولا ما نعرف شنو، وقاعده كديرها بلا حشمه بلا حياه. والله يهديها، وهادشي اللي غنقولو فهمتي، هادشي اللي غنقولو الله يهديها. والناس اللي كيعلقوا بانها بنت كتصلي بنت كتصلي، بحثوا الله يخليكم، عاد ديك الساعه هضروا على شي واحد. وهي كذلك الله يهديها، هادشي اللي كنقول لها غدير داكشي تمشي ديرو في شي بلاصه اللي ما كاينش فيها بنادم بزاف. وهذا، والسلام عليكم.